أما هلأ سالي كمان بدنا نحكي عن عمل كتير مهم عم ينعرض على شاشات الإعلام الوطني، وهي الملحمة الدرامية لأنها بلادي، اللي عم تجسد بطولات الجيش العربي السوري بإطار كتير مميز وواقعي وحكاية حقيقية من الميدان وواقع الحرب اللي مرت على بلدنا الحبيب سوريا. لنحكي أكثر عن هالملحمة الدرامية معنا الممثل ماجد عيسى اللي شارك بإحدى بطولات هالمسلسل. صباحك يا ماجد، واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، صباح الخير لكم، صباح الخير لسيدة الكون دمشق، ونحن بنخص بالقول دمشق يعني سوريا اجمع. صباح الخير لاهلي وصباح الخير لكم. اهلا وسهلا فيك الفنان ماجد، فينا نقول اللي شفناه بكثير اعمال وكثير خلينا نقول هيك كان لك وقفات بهذا الموسم، ولكن دائما العمل اللي نحن هلا بدنا نحكي عنه له وقع وخاصيه بقلب كل واحد فينا. يعني يمكن حكيتوا عن مطار الثعلب خلينا نقول بالسويدة، وجسدتوا ايضا بطولات وحكيتوا عن قصص وتفاصيل يمكن عشتوها مثل ما عاشها ابطالنا. احكي لنا عن هالتجربه. اكيد اكيد هذا العمل له خصوصيه غير الاعمال كلها، لانها بلادي، هو عمل بلامسنا كلياتنا، عمل انساني ووطني بامتياز. طبعا طبعا لي شرف انه انا شاركت بهذا العمل، مشكور الاستاذ نجدة انزور باختياره لي لكون احد ابطال هذا العمل. شوفي سالي، اكيد نحن وقت رحنا لعند هدول الاشخاص المقدسين على الاراضي اللي قامت فيها هي الملاحم، بنتابك احساس غريب جواتك. يعني دائما انا بقول انه نحن بالحياه المدنيه دائما كلياتنا عندنا هموم، بس انت وقت مثلا بتروح بتشوف هدول الاشخاص في منهم جرحى لحد الان لساتهم واقفين على الجبهه وعم يعني عم يكفوا الطريق، وفي منهم عنده مثلا اخوي 4 شهداء ولساته واقف على الجبهه ومصر انه يكمل الطريق لتحقيق النصر. فانت بنتابك احساس غريب جدا انه انا شو ما ساويت لهدول الاشخاص ما حققوا فيهم حقهم. هاي الملحمه اكيد هي مسج للعالم اجمع بانتصارات جيشنا، بالهجمه الشرسه جدا يلي صارت عليهم وعلى بلدنا اجمع. اكيد رح توصل بيوم من الايام، وهي واصله وواصله ل يعني لتفشيل الاكاذيب تبعهم، يعني بهي الحرب اللي صحيح صارت. طبعا صحيح صحيح. نعم، يعني خلينا نحكي شوي ماجد، بيقولوا دائما الممثل لما بيمثل دور حقيقي وواقعي بيرافقوا هذا الدور بصير جزء منه. كيف اذا كان هذا الدور هو فعلا عم بيمثل شريحه كبيره، عم بيمثل شخصيه، عم بيمثل شريحه كبيره من الناس، خبرنا اليوم عن هذا الدور، شو قدم لك، شو ضفت له من خلال المجتمع اللي نحن عم نعيش فيه؟ دائما بنسمع قصص وحكايا، هل تأثرت فيها، تقمصت شخصية حدا معين بتعرفه؟ هلا الملازم اول جاد الله، يعني هلا الشخصية ما كثير انا بعيدة عني بالانتماء طبعا، تمام، بما انه هي ضابط يعني الجيش العربي السوري، اكيد يعني من اصدقائنا من اخوتنا من اقربائنا كلهم بالجيش، وانا بفترة من الفترات لامسني يعني هذا الشعور بشكل واقعي. فنيا كانت غريبة عني شوي، او مثلا نحن كممثلين بنحب الشخصية البعيدة عننا، يعني أنا كماجد بحب الشخصية الصعبة البعيدة عني اللي ما بتشبهني أبدا، هي كانت تشبهني بعض الشيء بتفاصيل معينة، لكن الشيء اللي ما بيشبهني فيها هو اللهجة، يعني أنا من حما وهي لهجة أهل السويدة، فهون كانت يعني تكمن الصعوبة. تمام، مشكور الأستاذ مجد مشرف طبعا. شو أكثر كلمة صعبة حكيتها؟ شو أكثر كلمة صعبة حكيتها؟ ثلاثي يعني ثلاثي يعني ثلاثي ثلاثي يعني ثلاثي هيك ثلاثي تمام. هي اكثر كلمه اكيد يعني رغم كل لهجاتنا السوريه كلها جميله وملونه، تحيه اكيد للهجه اهل السويدة واهل اللاذقيه واهل طرطوس، كلهم لهجاتهم يعني كلها حلوه اكيد. ايه، فانت كممثل بدك تحاول تتقن هي اللهجه بنسبه مئويه لا باس فيها يعني. فمثل ما قلت لك كان معي احد الاصدقاء اللي هو الفنان مجد مشرف، ما تركني ولا لحظه بهذا الموضوع، حلو. لعل وعسى يعني نكون حققنا شيء. فأكيد لامستني، أنا ضليت فترة قبل تنفيذ الدور بالتصوير وحتى بعده، تمام، لساتني عم حاول أحكي بهي اللهجة ونفذ هي اللهجة. هلا أنت عم تحكي معنا عم تطلع كم كلمة كمان، يعني متأثر. إسا أكيد.
تمام. يعني ماجد عم تحكي بشغف عن هذا العمل، ويمكن هو قريب لشخصيتك ولامس يمكن حياتنا وواقعنا من خلال تجسيد لبطولات الجيش العربي السوري، حتى نحن عشناها هيدي التفاصيل. كان لك ادوار عديده، حاره القبه خلينا نقول، اعمال مختلفه، خريف العشاق، نعم، واقمار في ليل حالك، وايضا هو لانها بلادي. تماما، نعم. حاليا لانها بلادي، وايضا ماجد هو خريج اكاديمي واشتغل مسرح. حكي لنا، هل عمل المسرح مختلف عن عمل التلفزيون؟ اكيد. هلا انا خريج معهد خاص، اكاديميه بمعهد خاص، وعضو بنقابه الفنانين. طبعا لا يختلف كثير عن المعهد العالي للفنون المسرحيه، لانه انا يعني درست فيه 3 سنين، ودرست فيه 3 سنين الى جانب الاستاذ احمد الاحمد كمساعد استاذ يعني، والاستاذ محمد احداقي. اكيد المسرح ابو الفنون، هي ما فينا نختلف عليها. والسينما ايضا سينما حياه، يعني بنقدر نحن بنلخص موضوع السينما او الكلام عن السينما بانها هي حياه. خريف العشاء كان الشخصيه بعيده عني بالمطلق. مشكور الاستاذ جود سعيد والاستاذ ديانا جبور على النص وعلى الاخراج. طبعا الاستاذ جود حدا متعاون لابعد الحدود، طاقه ايجابيه هائله، يعني قدرنا نوصل الشخصيه لبر الامان بنسبه مئويه كمان، لا باس فيها. يعني خريف العشاء للاستثنائية أنا بعتبرها الأستاذة رشا شربجي، والنص للأستاذ أسامة كوكاش. أيضا الشخصية كمان كانت بعيدة عني، في إلى تفاصيل كتير مهمة، كتير شخصية سلبية، تمام، كتير شخصية ضعيفة بالحياة، يعني هو شخص ضعيف جبر، كتير شخص ضعيف بالحياة، يعني بيميل للكف الأقوى مثل ما بيقولوا. معناتها عانيت شوي فيها. ايه طبعا، حتى عانينا بايام تصوير، لانه انا ضليت 7 شهور وتصورت الجزء الاول والثاني مع بعض، فضليت انا 7 شهور معهم. اكيد عانينا، يعني حتى على الصعيد النفسي بدك يعني بدك تشتغلي على الشخصيه قدر الامكان، فهي لحتى لتوصل لجواتك. يعني الشخصيه هي عباره عن هيكل عظمي، انت وقت تستلميها بتستلمي شخصيه عباره عن هيكل عظمي، انت اللي بدك تكسيها باللحم وبالدم والتفاصيل الباقيه وتعطيها الروح بالنهايه لحتى تطلع شخصيه متكامله توصل للناس. نعم، يعني ماجد من خلال اعمالك صار في تنوع، خلينا نقول شيء ما، لانه دائما الممثل بحب يعني بشوف شخصيه معينه حتى بالحياه بيقول يا ريت لو تصير حقيقيه ويمثلها. اليوم لانها بلادي هلا عم ينعرض على شاشات الاعلام الوطني، يعني مثل ملحمه سوريه دراميه عم تأرخ بطولات الجيش العربي السوري، حتى ما ننسى وما رح ننسى لانه فضلا نحن موجودين. أكيد. اليوم قد ايه مهم اليوم هالملاحم الدراميه ضمن الامكانيات المحدده الموجوده عندنا، انه تحكي قصص واقعيه من الحرب ومن تاريخ سوريا الحديث اللي هلا عم بيصير، هالبطولات اللي صارت وخلتنا نحن لهلا فضلا مستمرين. هلا شوفي، قد ما كانت الامكانيات ضعيفه نحن بنقدر بنوصل شيء، لكن بانها بلادي ما بتوقع كانت الامكانيات ضعيفه ابدا. يعني كل شيء استخدم بالمسلسل هو حقيقي وحي، من طيران لدبابات لمفخخات وغيره وغيراته، باستثناء التفجيرات اللي كانت قريبه مننا نحن الممثلين، هي طبيعي تكون مفتعله يعني مشان ما ننأذى، لكن الباقي كله حي. زائد انه تصور المسلسل باكثر من محافظه، شفنا فيه اكثر من 150 ممثل حقيقيه كانت موجوده. تماما، يعني مشكوره وزاره الاعلام على هاي الخطوه، ومشكور مؤسسه الانتاج الاذاعي والتلفزيوني بتمثيل بمديرها الاستاذ ماهر عزام، مشكورين كلهم. يعني 1000 عمل خلينا نقول، او مئات الاعمال المسرحيه والدراميه التلفزيونيه، نعم، والسينمائيه، ما بتلخص جزء من تضحيات الجيش العربي السوري، ومن دون اي مبالغه هذا الكلام، لانه نحن بنعرف هذا الشيء من اقربائنا، نعم، واصدقائنا طبعا. صحيح. فهو رساله رح توصل وهي واصله، يعني هن الغرب، نعم، كله العالم عم تقول الحلقات قصيره سالي، هذا الحديث اللي كنا نحكي فيه. يعني رغم عن جد الجهود الجباره زينب المبذوله، يمكن حكى شغله ماجد اللي بقلب خلينا نقول الواقع والحدث غير اللي عم يشوف من برا، بذلت جهود منكم يمكن كبيرة، إمكانيات تفوق الإمكانيات المتاحة، ولكن لا نحن حطيناها ثقلنا فيها، ومع هذا الشيء نتعرض لأنقد بالبداية إلك. أكيد طبيعي، نحن طبيعي. يعني مثل ما بيقولوا في أحيانا عالم ما بيعجب شيء أو بتنقد لمجرد النقد، بس نحن عايشين الحالة، فنحن يمكن عم نرد بالنجاح، يعني
اكثر من هيك كان في مثلا هيك شويه صعوبات، انتو كان في كثير صعوبات، ولكن شو بدنا نقول نحن للعالم اللي مثلا مو عاجبه شيء؟ انا ما فيني قارن عمل هون باعمال برا مثلا يتم انتاجها بمصر مثلا ميزانيتها 6 مليون دولار او 10 مليون دولار مثلا، اكيد ما في مقارنه. تمام، يعني اي مخرج هلا بالبلد، اي مخرج او اي جهه انتاج عطيه هذا الرقم بتساوي العجائب، بتساوي اهم مع ما يساووه برا. لنكون منطقيين، صعوبات اكيد واجهنا صعوبات كثير كبيره، يعني من ناحيه التعب النفسي والتعب الجسدي. يعني مثلا انا ثلاثيتي بمطار السويدة، صح، بمطار السعلة، طيب انا صورت بالشام وبمطار كويرس بحلب وبطرطوس بقريه السودة. طب هي السفر لثلاث ملاحظات، ملاحظات موجوده تماما لثلاث محافظات. طيب هذا لا يسمى تعب؟ طب الاشخاص اللي تعرضت بلحظه من لحظات للموت من الفريق، بصدق في مقاطع فيديو في شظايا عم تطير، يعني عشرات الامتار لحتى توصل للفريق. صحيح، في منهم خاطر بحياته لحتى يطلع هذا العمل بطريقه جيده. ما بيشوفون النقاد عن جد؟ لا يشوفون النقاد. معلش، اكيد في نقد، اكيد ما في عمل متكامل بالنهايه. صحيح، اكيد في ملاحظات، بس ما تكون ملاحظات سلبيه يعني، او لمجرد الملاحظه، او لمجرد الملاحظه. في ناس بصدق يعني انا قعدت مع اكثر من شخص عم يحكي ملاحظات كثير فاضيه. يعني هو المضمون نحن بنهتم فيه كمان. خلينا نقول ماجد دائما من هيك بنقول انه نحن عندنا ملاحم دراميه كثير من نهايه رجل شجاع لانها بلادي، يعني مع الاحتفاظ يعني بالالقاب والاحترام. نعم، للاشخاص اللي كانوا عم يشتغلوا بالعمل. كان في منهم مشاركين مثل المخرج والفنان سعد مينا، بنوجه لهم تحيه. ماجد، اليوم شو حلمك انت كممثل؟ لساتك ببداية الطريق، لساتك عم هيك تبحث عن دور هيك يضيف لك إلك، شو حابب تعمل؟ والله هذا سؤال صعب بصراحة، لأنه هاي المهنة ما بتنختم. حطيت إيدها على الوجع. عن جد هاي المهنة ما بتنختم. فيها حظ التمثيل؟ أكيد فيها حظ، أكيد فيها حظ، بس هي يعني حتى لو نوجد الحظ إذا ما في موهبة. صحيح، يعني الحظ ما حينفع، ولا الواسطة حتنفع، ولا شيء بالدنيا رح ينفع. حتى الموهبة لحالها ما بتنفع، يعني في 50% موهبة و 50% اجتهاد شخصي. صحيح، الممثل هو بيقولوا لك ممثل ماسك الكرة الأرضية بإيده، ليش؟ إنه هو ممثل، ممكن يجي شخصية طبيب، ممكن يجي شخصية ميكانيكي، ممكن يجي شخصية نجار، حدا عنده مطعم، بده يكون ملم بكل هدول الأشياء، بده يكون عنده ثقافة مو بس يمكن ماجد ملم، بده يكون شوي مرن بالتعامل. يعني في عالم بتلاقي لا انا ما فيني اعمل هيدا، ما فيني اشتغل الشخصيه. انا ما بعتبر هذا فنان يعني بصراحه. صحيح صحيح، انا خفت اول ما اجتني شخصيه الملازم اول جاد الله، طلعت انه هي بطوله ثلاثيه ومع مخرج عالمي، فانا بصدق خفت لانه اول مره بوقف مسؤولية. أنا قدام، طبعا اول مره بوقف قدام كاميرا الاستاذ نجدات، فاكيد نوجه له تحيه. اكيد، ففي خوف، في خوف حقيقي طبعا، ولهجه مو لهجتي. فباول مشهد كان دقات قلبي مليون. معك حق. تمام، لحتى اقدر وصل يعني لعندك الشيء اللي عندي. تمام، فبتفاجئ انه استاذ نجدت كان مفكرني من السويدة، يعني اللهجه الاتقان اللهجه بصدق. فانا هون ريحت، هون انبسطت، قلت اوكي وصلني حقي. تمام، انه انا متقن هذا الشيء بنسبه جيده لا باس فيه طبعا. لعل وعسى يجينا شخصيات تكون بعيدة عننا وترضينا وترضي الجمهور طبعا. نعم، شكرا لك يعني ماجد، ان شاء الله يكون هذا العمل وغير الاعمال فاتحة خير وبداية خير، وتقدر تعطي اللي عندك اكيد بظل هالظروف اللي نحن عم نعيشها. نورت صباحنا وموفق بجميع اعمالك. شكرا لكم لاستقبالكم اللطيف. اهلا وسهلا. ان شاء الله بنشوفك يا ماجد بادوار اللي انت بتحلم فيها، وبتعمل بصمه مثل كل الشباب السوريين بالدراما السوريه. شكرا لوجودك معنا.